معرض للتسوق ستعود مداخله لدعم مشاريع جديدة خاصة بالطفولة المسعفة وذوي الاحتياجات الخاصة. هو ذلك الذي أقامته اليوم جمعية عقيلات الدبلوماسيين بالجزائر الأفدع. حضر الكثير من الناس اليوم والذين عبروا عن إعجابهم بالمعرض. نتمنى أننا جمعنا الكثير من الأموال من أجل الطفولة المسعفة. المعرض كان مناسبة للعديد من الدول من القارات الخمس لعرض منتجاتها وأطباقها التقليدية التي تنوعت بين مأكولات ومشروبات وألبسة. فمن بلد أحمد سوكارنو أندونيسيا أكبر بلد إسلامي شرقا إلى المكسيك غربا، بلد الثائرين إيميليو زاباتا وبينيتو خواريس. نحن هنا نعرض منتجات بلدنا المكسيك وأربع دول أخرى هي تشيلي، فنزويلا، وكولومبيا والبرازيل. المطعم المكسيكي غني وثمة أطباق نسمعها بالأفوكادو والدجاج. هذا القميص الذي ألبسه تقليدي من نوع غوابيرا، وهو مصنوع من نوع القطن والنقوش التي تعود به إلى زمن عصر المايا. ثمة تظاهرة سنقيمها في قصر الراياس يوم 16 أكتوبر، نتمنى أن تزوروها. جانا إندونيسيا نعرض هذا اليوم أنواع من المنتوجات إندونيسية تقليدية وحرفية من الحلي وكذلك قماش الخاص باتيك إندونيسيا. حلويات تقليدية حلوة ومالحة، كذلك حلوى تقليدية متنوعة، مأكولات. الحضور الخاص والرمزي لفلسطين أخذ بعداً سياسياً وثقافياً في هذا المعرض. اليوم تقدر أنت تقول تتعرف على العالم كله خلال يوم واحد، بتشوف ثقافات مختلفة، جنسيات مختلفة، وجوه وجعلناكم، ربنا يقول في القرآن وجعلناكم شعوباً وقبائل لتحارفوا، وجوه وأكلات وثقافات. بالنسبة لنا لفلسطين، إحنا شاركنا في منصات عرض لتراثنا. تراثنا بمثل النشأة كبير لأنه إحنا في عملية تحدي وصراع. بلدان أخرى التقت بها شروق الإخبارية، فمن السنغال إلى فنزويلا ومنها إلى بلد مونديلا، دون نسيان الحلويات الفرنسية والمعكرونة الإيطالية. فرنسا مشهورة بحلوياتها وأطباقها المعروفة هنا بالجزائر. إننا سعداء بأننا سنساعد الأطفال المحرومين، وقد كان العام الماضي مخصص للأطفال الذين لا يتحملون رؤية الضوء النهار. هي أول مرة أشارك فيها، وهي محطة لكي نعرض المنتجات الإيطالية المعروفة عند الجزائريين كالمعكرونة والقهوة وجبنة الموتزاريلا الإيطالية. في فنزويلا لدينا طبق تيكينو، وهو طبق يعطى في الأعراس، وهذه أطباق أخرى. أن تجتمع البهجة والفرحة يضاف إليها مساعدة المحتاجين، فذلك الهدف المنشود للجميع بعيدا عن عالم الدبلوماسية.